يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. نلقى فيها صفات بلدنا ونقرا تاريخ وكفاحه، في فضيلة نشوف عفافه في الملاوي بالنجاحه. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة، فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. بريماني خابرة كيفين يعني ولا من الشمارات بتاعت الجبنة ونسوان الحلة ما في زول جاب لكم منهم خبر؟ والله أفضل ما في زول جاب سيرة في الموضوع ده. هاي لكن يعني يكون السكن البيت ده منه يعني بري قسيم. أنا قلت لك هزول البيت ده قبال أسبوع، قلت لك البيت ده فيه زول ساكن. هاي لكن أمليه أخوي زول ساكن جوا البيت ده، لا بيمرق لا بيسأل لا بيمشي من الدكان لا بيسأل من الناس، زول حال حابس نفسه جوا البيت ده. الزول ده بكون مسوي له جريمة وجاي يتخبى في البيت ده. هوي 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 هزول انا حسين لمني كمان بخيب هزول عامل ايه هوي حس كلمني ده بورطنا قبال كده ودتنا للعمده قلت له الجهني ده جاسوس في النهايه قفلونا انا والجهني والعمده وانت جيت مارق عليه حلك هاضل الزول الساكن ده شنفره شنو شنفره هذول والحلق شوف حس كلمني ده خله بعيد الحلال الورد ده الكت بقينا محل ما نمشي حفله تقول حسين لمني واحنا نندق بيقول حفلاتنا بنحضرين هذول حس كلمني ده خلو يا زول حس يلمني في ده ما بخيب باين خايف حس كلمني ده يودينا يا زول حس يلمني اتابعني فيه وفي ده بس خلاص اقول لك كلام احنا نمشي نزوره شنو نزوره نزور منو نزور جارنا ده نمشي له مالك يا زول هوي كان دار تزوره مش زوره برا انا ده والله من هنا كراعي دي ما رافعه معاه يا زول ما تمش معانا يا زول هوي في الموضوع ده انا لا بعرفك لا برفع معاك كراعي اقول لك كلام انا ذاتي حس يلمني بيقول انت مشيت بتورطنا اسمعي كلامي يا ازدهار ورح نزور الناس اللي سكنوا في البيت الجديد ده ما ظريفه يا اخي لا جنيتي انت ما سامعه الكلام اللي بيتقال عن البيت ده وبعدين الزول اللي بيمشي هناك يا ما طبيعي يا ما طبيعي اصلا ما في خيار ثالث والله ما طبيعي يا تدي اهلا وسهلا تفضل السلام عليكم مرحبا عليكم السلام تفضل ان شاء الله طيب مرحبا الله يبارك فيك الحمد لله كيف الاحوال بخير الاهل طيبين تفضل الله يبارك فيك مرحبا الله يسلمك تفضل اي ما متفضل يا تجي قدامنا نقطع على الحرم كيف في حد تفضل تفضل ماشي انا اخوك انت تفضل الله يبارك فيك تفضل مرحبا لك ابي سهل والله شنو طافي بلكات الاخو تفضل تفضل الله يبارك فيك تفضل بارك الله فيك والله جزاك الله خير الله يسلمك لا ما عمل ها هنا هنا تفضل تفضل طيب ما تقول ليش تفضل يا اخي علينا انت قول عاد الحته دي محوطه انت ولا مرحب 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 الله يبارك فيك تفضل تفضل هاي هذا في حيوان طبيعيه ياهو مي انا اخوك انت هي صنيت الحلفايه يلا انا بكون اللي يدوروا حتى يجيبوا حي... انا زول زل غريب زول مو طبيعي جنة دم خاوي يعني نفسه لا يمكن زول يقول لك ماشي يقوم يدور فوقك ليش يعني كروري انا مرحب تفضل تفضل مرحب الله يبارك فيك يا تفضل اشرب
اجرب شنو؟ اشرب البارد. عالي جدا هاي. تفضل. هاي لا شيل. سبحان الله بيبلع. هنا ده مبلع هوا، انت هواوي؟ الاخوة هواوي؟ مالك ما شربت اشرب؟ لا سكرك كثير. انا الدكتور مانعني من السكر الكثير. الله يديك العافية. انا فضيل. عارفك فضيل وتفضل وتضل فاضل. والله ما شاء الله، والله ما شاء الله معلوماتك فل. مالك انت طافي بالك ولا لا؟ لا ما تشتغل بي، تفضل تفضل. اسمع انت مالك عم تجي للناس هذول كل سكنت هنا؟ مشغول بحاجات كده ومتوتر كده شويه يعني. عادي عادي. لا ظاهر عليك متوتر. الحمد لله. ما انت قايل شنو؟ احنا هنا في الحله دي متداخلين ومتكافلين ومترابطين. انتوا من سكان المنطقه دي؟ انا من اسسوا المنطقه دي، دي مال الجدود نازل. تقال احنا ساكت قاعدين؟ لا ما جاي الا تري زيك يعني، اذا كان على انه احنا اهل الملك. يا تمام. ايوه عشان كده لازم تخش على الجيران. أيوة. وزي ما قال المثل جارك القريب ولا لا ولا, لا ولا لا شنو؟ لا 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 ودمك البعيد لا 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 ودمك القريب ولا اسكت عشان اوريك المثل. جدا اقول جارك القريب ولا ودمك البعيد. غلط، حتى في الامثال ذاتك ما مركز. جارك القريب ولا ود امك البعيد. ايوه ما قلت لك جارك القريب ولا ود امك البعيد. لا صح صح هذا صح. عيدة ثانية عيدة؟ لا ما تعيد عيدة. انت قايل احنا نتداخل معك ليش؟ عادي شنو؟ عشان الحلة دي قال لك يا اخي انت كان عيد كان داير لك شافعي رسل الدكان الحلة دي جت حقتك. شكرا لك شكرا. بكره عازمك فطور رايك شنو؟ شكرا جزيلا يا اخي. شكرا جزيلا جاي والله ما جاي. بجيك بجيك. مع السلامة. ما انت قايل شنو الفطور عشان تتداخل معنا شيء حلو. هاي جدا عرفت تفضل مع السلامة. عميش؟ ايوه تفضل مع السلامة. العشق ايه الله ينظر طريق. الله يسلمك يا اخي ما كان تقعد شوية عليك. انت طردت انا تقول لي اقعد شوية. كتر خيرك. اتهاجرك ولا اتهاجر يومك عليك انا جوز انا. انا ما خليك. لا اله الا الله قطع قضيبنا قطع يا اخي. ها؟ قول اعوذ برب الفلق. انت مركب وين هذول البسته قديمتين؟ لقيت المفتاح وين؟ مفتاح شنو هذا؟ انا كنت معاك جوا هسه. هو يا زول هوي البيت ده بيتي انا ومفتاحه عندي وما في ما في زول مشاركني فيه غير عصام اخوي الله يرحمه ومات قبل 5 سنوات. معنى انا كنت قاعد مع الله يرحمه ده. أزلنا قلت معاك جوا وجبت لك كوبايه فاضيه قلت لي ده عصير وما قلت شيء قلت لك يا اخي بعد تعال افطر معاي عشان احنا ناس العيله دي نتعرف فيك ونخش فيك كذا يعني ونتكافل معاك انت هذول قاعد برك ده الشيطان مالك؟ ما ها؟ انا اخوك انت هذول هذول انت يا قاسم فضل ده مالو بيتكلم براه والله ما عارف ها؟ ما عارف والله انا حسي الامن ده ما قاعد يخيب اخوي نمشي عليه كذا طاروي ها؟ وي يا زول الوجع اللي يقطع خيطك مالك اصلا بتنضم وراك وتتخلع فيش مالك مالك ما بنضم مع الزول اللي كان ها؟ زول منو يا فضيل قول كذا قول بسم الله قول بسم الله الرحمن الرحيم غير يا زول استهدى بالله لا دري لسانك ليه يرب 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 بيت ده ساكنين فيه انا والمرحوم بس لي رحمة الله 5 سنوات عيني علينا المرحوم يا أهالي المنطقة عمل حسابكم على
المعاشوره بتنقط يلا نقط نقط. اي زول ساكن في بيت ما بيته يرحل قوانين يمشي عمتين يلا نقط نقط نقط. الكهرباء قطعت. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. نلقى فيها صفات بلدنا ونقرا تاريخه وكفاحه في فضيلة نشوف عفافه في الملاوي بالنجاحه. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة. فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. يا ضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا من بوادينا